على إثر معلومات مؤكدة عن عصابة لنقل وترويج الحبوب المهلوسة، تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن ولاية الأغواط القبض على شخصين على متن سيارة سياحية على مستوى الولاية، وبعد التحقيق تم إنجاز ملف قضائي، تم تحويل المتهمين إلى سيد وكيل الجمهورية لمحكمة الأغواط. التغطية لطولبية محمد الصالح. مواصلة الجهود الأمنية الميدانية الرامية إلى محاربة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها، سيما ما تعلق منها بمحاربة الاتجار الغير شرعي بالمؤثرات العقلية على إثر عمل استعلامات يفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بالنقل والمتاجرة بالمؤثرات العقلية. وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات، تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة بالشرطة القضائية بمدينة الأغواط على مستوى قطاع الاختصاص للمدينة من توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما ما بين 28 و 59 سنة، كان على متن مركبة من نوع سوزوكي ألتو. وبعد إخضاعها للمراقبة الأمنية والتفتيش الدقيق لها، تم العثور بداخلها على كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 1860 قرص كانت مخبأة بإحكام على مستوى باب الصندوق الخلفي لها. سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية لقضية الحال المتعلقة بحيازة ونقل المؤثرات العقلية ذات الصنع الأجنبي باستعمال مركبة ذات محرك قصد البيع بطريقة غير شرعية ضمن جماعة إجرامية منظمة التهريب الدولي للمؤثرات العقلية.